زمايلي بيقولوا لي ان الترانيم غيرت حياتكم، نقلتكم من مكان لمكان ومشيتوا ورا الترانيم دي، انتوا منين اصلا؟ احنا من نجا حمادي، من فرشوت. من فرشوت. اوكي، فايه اللي حصل؟ يعني انت مش عارفه ايه؟ لا عارفه انا طبعا، عارفه انا. طيب بس غيرت يعني، مشيتوا ورا الترانيم ازاي؟ نقلتكم من نجا حمادي لهنا؟ هي مش غيرتنا، بس احنا نقلتكم بقى يعني. انتوا دلوقتي قاعدين في القاهره؟ هو انا بحكم الكليه بتاعتي، الكليه بتاعتي هنا في القاهره، ومارينا كانت شغاله هنا في القاهره، فاحنا بنروح ونيجي. اوكي، فبسبب الحته دي، وغير كده برضو عندنا ممكن ما يكونش متوفر كل حاجه في حوار التسجيل وكده، فيعني بنحب ان احنا نيجي نسجل هنا ونصور الترانيم هنا. بتسجلوا هنا وبتصوروا الترانيم هنا. طيب اخبار الحفلات ايه؟ وده موسم الحفلات والاحتفالات الدينيه والاعياد يعني، فايه اخبار الحفلات وبتستعدوا للحفلات دي ازاي؟ عندنا حفله بعد شويه هنروح، وبتبقى طبعا كل عيد في الكنيسه الصبح بيبقى حفله الاطفال. طبعا بنروح اطفال وكبار يعني، مش طبعا الاطفال، فبتبقى الحفله دي مميزه كل سنه. من يوم ما اتولدنا احنا لازم الصبح هنصحى نروح الحفله دي اللي في الكنيسه. على على مدار اليوم بقى بيبقى فيه حفلات مختلفه؟ لا، بنقضيه مع البيت يعني. مش بتبقى حفلات، مش كل عيد بتبقى حفلات يعني. هو العيد ده شويه مختلف، ففي حفله معانا، بس في الطبيعي بنبقى مع البيت، مع البيت، مع العيله. ايه اخبار عشاء العيد؟ ايه امبارح كان صح؟ بصوا بقى قولوا لي عكيتوا ازاي امبارح زينا؟ احنا برضو بنستنى اي عيد اي حاجه بنجري بنجري، بابونا بيخلص بنجري. ايه بقى ديك الرومي؟ احكوا لي العشاء بيبقى عامل ازاي يعني عشان نبقى فاهمين. بتبقى كفته وحاجات كده. بس مش هندخل مره واحده ديك الرومي يعني. واحده واحده بتهدوا بقى. بس في شويه فطار حلوين الفتره اللي جايه صح؟ ايوه بالظبط بقى يعني، في بريك كده شويه من الصيام. ايوه بالظبط. اظن انتم متعشين حلو قوي امبارح بقى، فحتى صوتنا كله بقى الترنيمه دلوقتي.